صباح الورد والفل على عيونكم الحلوه، او مساء الورد والفل على قلوبكم الجميله حسب ما بتشاهدوا الفيديو. النهارده حبايب جيجي هنعمل رز بالجمبري، اكله كده سهله وبسيطه وجميله جدا ومغذيه. هنشوف الطريقه من الاول للاخر تكايه تكايه، وهنشوف ايه سر الجمبري المقرمش الجميل اللي احنا شايفينه ده. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتقولوا لي ايه رايكم في الرز بالجمبري. يلا بقى نبدا الوصفه. انا هنا معايا كيلو من الجمبري المقاس اللي احنا شايفينه ده، طبعا انا شطفته بميه، وهبتدي بقى ان انا انضف الجمبري. هشيل الراس كده وهبتدي اشيل القشر بتاع الجمبري. انا بحب نوع الجمبري القزاز دوت، بيبقى طعمه حلو. انا هنا هقشر الجمبريه كلها بس هسيب فيها الديل، هنقشر واحده تاني مع بعض. هشيل الراس وزي ما قلنا حبايبي هنشيل القشر كده، وهسيب الديل في قلب الجمبريه بيديها شكل حلو في القليه. راس الجمبري دي لو هنعمل شوربة بنستغلها ان احنا بنطلع منها شوربة الجمبري. هكمل الباقي وارجع لكم تاني. انا هنا حبايبي قشرت كمية الجمبري كلها وشطفته. تعالوا بقى نشيل السنسلة الرملية اللي بتبقى في الظهر بخل السنان كده اهيت، وبروح شايلاها بتطلع معايا بكل سهولة. نعمل واحدة تاني بالراحة. بصوا حبايبي من نص الجمبريه كده، وبدخل الخله وبسحبها بالراحه خالص، بتطلع معايا بكل سهوله. طريقه سهله وبسيطه هنشيل بيها الكيس الرملي اللي في الجمبري. دلوقتي بقى انا هخلصه واشطفه كويس. وادي التتبيله بتاعتنا، عباره عن ثوم وملح وفلفل وكمون، ومعايا كمان معلقه هريسه شطه. قلبناهم كويس، وهحط كده منها معلقتين حلوين كبار على الجمبري. هنقلب كويس، ودلوقتي بقى تعالوا نشوف خلطة الدقيق هنعملها ازاي. انا هنا حبايب قلبي معايا نص كوباية من النشا وكوباية من الدقيق، ومعايا معلقة كبيرة من الكاري في بولة كده فاضية. وهنزل بالنشا والدقيق، وهنحط معلقة الكاري. انا حطيت معلقة الكاري على البوتاجاز كده، وتصغط فيها زيت، وتتبيله الدقيق اللي احنا عملناها مع بعض، وبوله صغيره فيها حبه ميه ساقعه. هتبل الجمبريه من الدقيق الخلطه اللي احنا عملناها، وانزلها في الميه، وهنزل بيها في زيت. الزيت طبعا يكون سخن يا حبايبي، الجمبري بالذات بيحب الزيت يكون سخن، ما بيقعدش كتير على النار. انا باخد واحده واحده كده واتبلها، وبعد ما انزل بيها في الميه الساقعه بروح نازله في الزيت السخن. الطريقه دي حلوه، ما بتخليش الجمبري يبقى ماسك في بعضه كده وطري ومعجن. وطبعا نلاحظ ان احنا منملاش الطاسه جمبري، يعني يبقى فيه واسعه كده ان احنا نقلب براحتنا، والجمبري يبقى الزيت حواليه. هقلب الجمبري بعد ما خد لون. الجمبري ما بياخدش وقت كتير في السوى يا حبايبي، مجرد ما بياخد لون كده بقلبه على الناحيه التانية. الجمبري كده معانا استوى، بصوا القرمشه والكريسبي جميل جدا. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. دلوقتي طبعا الطاسه دي استوت فبطلعها، هنطلعها على مناديل المطبخ عشان لو فيه قليل من الزيت مناديل المطبخ تشربه.
بعد ما شلت الطاسه دي هكمل الباقي. بصوا حبايبي زي ما اتفقنا هننزل بالجمبري في الدقيق وبعد كده في المية الساقعة. الجمبري فوائده كتيرة وغير كده طعمه حلو، وانا هنا عاملة جنبه رز، رز زي بتاع المحلات الاحمر، انا مش حطله جوطة ولا حاجة، هنبقى نعمله مرة مع بعضينا. الجمبري السوا هنطلعه، بصوا الجمال والحلاوة. ايه رأيكم في شكل الجمبري؟ عايز يطلع من الطاسة يتاكل كده من حلاوته. يلا بقى حبايبي نغرف في طبق التقديم ونشوف الشكل النهائي للجمبري بالرز. ادي حبايبي الشكل النهائي للجمبري، وعملت جنبه طبق الرز الجميل دوت، وعملت كمان سلطة خضراء. طريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة، لو جبناها من برة طبعا هتكلفنا اضعاف ما جبناها مرتين تلاتة، ومش بنفس النظافة طبعا بتاعت ايديكي ونظافة بيتك ووضمنا هي معمولة ازاي. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على الف خير.